الخير، انا محمود هيثم. احنا بنعمل كل المنتجات بتاعنا هاند ميد وايكو فريندلي للطبيعه، وما بنستعملش اي حاجه مصنعه خالص كيميكلز. في نفس الوقت بنعمل اي حاجه من اول الماديريا لحد العفش والديكورات بتاعه البيوت وتجريد الحيطان وكل الحاجات دي. بدايه ان احنا بنبتدي عندنا كذا مرحله بنمشي، يعني الخط مثلا بيبقى واخد حوالي 15 20 مرحله عشان نطلع بيس واحده. فبيبقى عندنا ان احنا يعني كل حاجه بتبقى ستيب لوحدها، يعني كل شخص بيبقى بيشتغل في حاجه. الاولى مثلا احنا بنروح الارض نقطع البامبو ونجيبه، وبعد كده بنجففه ونعالجه كل الكلام ده. وبعد كده بنبتدي بقى يدخل في مراحل بقى صنفره وحاجات كده. العفش دوت بيبقى بالذات لان هو باحجام كبيره وبيبقى بالاوردرات، فده بيبقى باوردر حد مخصوص، مثلا بيطلب اوردر تجليد حيطه مثلا او كراسي وحاجه انتري كده بنعمله له مخصوص ليه. الماديريات والحاجات دي بتبقى في المعارض، دايما بندخل معرض تراثنا ومعرض ديارنا. البامبو دوت اللي هو اللي بياكل الباندا، تمام، ده هو اللي هنا اسمه الغاب الافرنج، غير بتاع رمسيس والكلام ده. ده هو الغاب اللي هو الكبير الطحين، بيبقى هو اللي عندنا من اول الاعواد ديت، يعني صغير كده لحد عود كده، وساعات العود بيكبر بيتخن، يعني بيبقى اللي هو محمل. بس هو دوت فكره ان هو ما بياخدش اي استهلاك للميه، يعني في ناس كلها فاكره ان هو مثلا بيستهلك ميه كتيره، بالعكس هو بيستهلك ميه قليله جدا. هو بيزرع مره واحده بس في الارض، ما بيزرعش تاني، يعني لما تيجي تقطعيه هو بيطلع تاني لوحده من غير اي حاجه. في ناس اللي بتحب الحاجات الهاند ميد والحاجات اللي هي الطاقه والكلام دوت بيحبوا الشغل ده. يعني مثلا في حد يجي يقول لي اعمل لي كافي كورنر كامله بامبو، اعمل له كافي كورنر بالستاند بالكل حاجه، بكرسيين صغيرين بكل حاجه. فالناس الغاويه الحاجات دي بتبقى بتحبها جدا. كل قطعه مختلفه عن التانية، يعني مفيش قطعه شبه التانية خالص عندنا. يعني حتى مثلا في ناس مثلا الفواح يكون فيها مثلا بقعه او حاجه، هي دي مش بقعه، هي دي ده من العود ذات نفسه. او مثلا العود هو طبيعي، احنا ما بنستعملش اي حاجه ان احنا نظبطه، فهو بيبقى طبيعي. بص، هو يعني كمعرض انا ما كنتش متخيل ان هو كده، يعني في مول مصر وكده او في اكتوبر. الفكره ان هو مالهوش دعايه كتيره، يعني هو لو كان في دعايه اكتر المعرض كان هيبقى تحفه.